السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله هنعمل فيديو جميل ولطيف مع بعض، ما تنسونا من اللايك مشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، وكون جدا شاكرة وممتنة، ونشوف مع بعض إن شاء الله الفيديو. أعملوا لايك ما تنسوا. اليوم إن شاء الله هعمل معاكم صابونة جميلة جدا جدا، اللي هي صابونة الجزر خاصة بالوجه واليدين، بتعمل على تفتيح لون البشرة والترطيب. طبعا الصابونة دي اطلبت مني كثير جدا، فيلا نشوف إن شاء الله المكونات، جدا بسيطة وسهلة. المكون الأساسي اللي معانا حيكون اللي هو الجزر. طبعا الجزر يعني ودعم الكركم، كل الخصائص الجميلة الموجودة في الكركم موجودة كمان في الجزر. فيلا نشوف بسم الله الطريقة والمكونات. في الأول حنغسل الجزر كويس جدا، وبس خلونا نستعرض على السريع فوائد الجزر. بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من فيتامين A، وده بيساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، دي الفائدة الأولى. كمان الجزر بيعمل على نضارة وإشراقة البشرة. طبعا الخطوة الأولى هنقشر الجزر. أيضا الجزر بيعمل على علاج البقع وندبات البشرة، وبيزيل حب الشباب. كثير من الأخوات الفترة الأخيرة سألوا عن يعني مرهم لعلاج الحروق، صابونة الجزر اعتبريها خطوة أولى في علاج ندبات الحروق. طبعا في البداية حنبشر الجزر. طبعا ممكن تبشري الجزر بالكبة، لكن صراحة أنا قلت يعني الجو جميل خلينا نتسلى شوية برا في الحديقة. المهم كمان بيعمل الجزر على تغذية البشرة، لأنه بيحتوي على مادة مغذية تسمى البيتا كاروتين، ودي بتعمل على تغذية البشرة وبتتحول لفيتامين ألف، وده بيحمي البشرة من أشعة الشمس. بيعمل كمان الجزر على تجديد بشرة الجلد. بعد ما خلاص صفينا عصير الجزر هنضيف عليه ملعقة واحدة من ماء الورد. ماء الورد طبعا بيعمل على تفتيح ودواء ترطيب لون البشرة. أنا ضفت زيت لوز لكن صراحة ما ظهر معي هنا في التصوير. المهم هنضيف كمان ملعقة واحدة من زيت اللوز. خلاص بعد كده هنحتاج لصابونة تكون ما فيها رائحة. أنا هنا استخدمت صابونة الجرسلين، ممكن طبعا تستخدموا يعني لو حابين تعملوا كمشروع ممكن تستخدموا صابون الجرسلين الخام، بيجيبوه من أمازون. فبعد كده هنقطع الصابونة، هنضع حلة ونضع عليها الصابون، ما هنضع الصابون على النار مباشرة حتى إنه نحتفظ بالخصائص. بعد ما الصابون تدوب كويس جدا هنضيف عليها عصير الجزر اللي كان أضفنا فيه ملعقة من ماء الورد وملعقة من زيت اللوز، أو ممكن تستخدموا زيت الجوجوبا برضو بكون كويس جدا. خلاص بعد كده يعني نحاول نحرك سريع جدا علشان المكونات تدوم مع بعض. أنا هنا صراحة لأنه كان جزء من الحلة مرفوع شوية فجمدت، لكن تحرصوا أن يكون الإناء حقكم الثاني حتى تضعوه يكون مستوي. بعد كده هنصب الصابون في قوالب حسب القوالب اللي عندك، صح لانه حنستخدمه فقط للوجه واليدين، فممكن تعملوه قطع صغيره حتى انه لحظه يا مريم. المهم فده كده شكلها بعد ما خلاص جمدت او اتجمدت او اتماسكت، كل هذه المصطلحات. المهم ده كده شكلها. طبعا استخدام تستخدميها يوميا للوجه واليدين، وإذا حابة كمان تستخدميها للجسم أعملي كميات يعني كبيرة أو أعملي مقاس أكبر. أتمنى إن شاء الله أكون أفدتكم ولو بالقليل. الناس اللي عايزين يعملوا مشاريع الصابونة دي جميلة جدا جدا، وطبعا أساسا ما محتاج لأي مادة حافظة. ده كان الفيديو، أتمنى إن شاء الله أكون أفدتكم ولو بالقليل. ما تنسونا مشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، أكون جدا شاكرة وممتنة. وبإذن الله تعالى الصابونة دي خلال أسبوعين حشوفوا أثرها جميلة جدا جدا. ده كان الفيديو، في أمان.